ما شاء الله شايفين البطة. الله اكبر. اوعى تحسدوها اختي هتقتلني. بلدي البطة دي، بلدي البطة دي حبتني. بس عشان انا بحب الفراخ وبحب البط فانا قلت فرصة ايه اطلع عندها كده ايه اعمل فيديو. وانا ماشي اخد منها البطة دي. انت يا بنتي كرتونة حطي لي فيها البطة دي. طيب خلاص بصوا هي ايه ما شاء الله يعني ايه هي كده كده يعني لما البط ده بيكبر والله العظيم بتبعت لي وحياة المصحف تاني. والفرخة اهي هاتي يا رتاج على الفرخ الجميلة دي. عندها فرخة عيانة وبتموت يا عيني ولسه مديها انتينال اقسم بالله. والله العظيم لسه مديها فرخة انتينال اهو. هاتي يا رتاج. بص بص الفراخ جميلة ازاي ما شاء الله. فراخ عيانة يعني بصوا ما شاء الله عليها بجد يعني. طبعا اختي وانا بصور دلوقتي ميتة على دي فراخ ساسو مش بتتحرك كتير. هي بتقول لي ان دي فراخ اسمها ايه؟ ساسو؟ فراخ ساسو. نوع يعني اسمه فراخ ساسو كده مش بتتحرك كتير. طبعا هي طبعا ايه بقى؟ نفسها ان انا اعمل لها روتين على السطح ده. بس عشان اختي يعني هي موظفة وكده ف والله العظيم يعني ايه يعني مش مهتمة بالفراخ دي ولا يعني فين العيال ولادها اللي بيطلعوا يحطوا لهم. الأرانب دخلت الكحرة بتاعها استخبت. كنت عايزة أصوركم الأرانب والله بس الأرانب استخبت جوه. طيب وكده عملنا فيديو على السطح عند أختي الفرخة العيانة دي. والله العظيم عندها فرخة عيانة بعد جابت لها والله. لا ماتت عيني. ماتت الفرخة لا حول الله يا رب. الفرخة ماتت. اختي لسه مديها الدواء والله العظيم. يا شيخة حرام عليكي سيبيها ربنا بدل ما تخليها كده تموتيها انت. يلا زي بعض. طبعا ريتاج بتصورني